تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني. وقد جددت وزارة الخارجية في بيان وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة.